فارق بينه وبين الملاحقين بقى نفسه براست وما فاتي اي تعثر هو الاخر. لذلك مبابي لم يكن منزعجا من تغييراته، يعرف انه انتهى وقته في باريس سان جيرمان، يعرف بان الموسم المقبل اين سيلعب ومع من سيلعب، لماذا ينزعج؟ هو كل حال اللي بروتاج كان متاهل الى الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا، لكن في دوري ابطال اوروبا يلعب كاساسي الى النهائي. ما حتى لو يفوز بكاس دوري ابطال اوروبا لن يجدد، لن يبقى في باريس سان جيرمان. في الدوري الابطال يلعب كاساسي امام سوسيداد، لعب كاساسي ذهابا وايابا. في الدوري فريق متقدم بعشر نقاط مرتاح اكثر، لذلك اعتقد بانه ملف مبابي طوي في اروقه النادي الباريسي. نعم امين، هل هناك ازمه؟ شيء أزمة محمد، شوف مدرب من حقه أن يبقي اللاعب على دكة البدلاء بما أنه أعلن رسميه رحيل عفوا أعلن رحيله رسميا أو على الأقل أعلن رحيله رسميا على وسائل الإعلام، بما أنه لا مبابي ولا إدارة باريس سان جيرمان أعلن الرحيل الرسمي للاعب. الآن من حق لويس إنريكي أن يبني فريقا دون مبابي، أن يعرف كيف يلعب فريقه من دون مبابي، لأنه بعد تقريبا شهر من الآن أو شهرين سيصبح باريس سان جيرمان من دون مبابي رسميا، وسيلعب الموسم المقبل دون هذا اللاعب. لذلك من حق لويس إنريكي أن يبحث عن مصلحته أولا كمدرب، ثانيا عن مصلحة فريق باريس سان جيرمان التي هي فوق مصلحة كيليان مبابي. إتيان مبابي شقيق مبابي في نادي باريس سان جيرمان لم يعد مدرجا اسمه منذ أن أعلن شقيقه نيته في الرحيل، هل هو انتقام من إدارة البي اس جي؟ حسب المستوى تفضل حسين، ربما على حسب كما تكلم ميدو، على حسب المستوى تاعو محمد. لو كان لاعب مهم ولاعب اللي يجيب يعني لاعب اللي كان يلعب هذاك باركولا هو باركولا لاعب مميز محمد، تحسب اللي لاعب اللي يفي مواصفات اللاعب اللي يقدر يلعب في المستوى العالي في نادي بي اس جي، لو يكون يعني بمستوى جيد شقيق مبابي نقدر نقول لك يقدر يكون محمد. لو ما يكونش بمستوى تطلعات المدرب، هناك تدريبات، هناك أعمال شاقة في كرة القدم راح يكشف عنها المدرب. إلى آخر أخبار محترفين وما يفعلونه في الدوريات الأوروبية والخليجية، ونبدأ بإيسا مندي الذي شارك أساسيا وعاد بفوز مهم ريال بيتيس، تفضل. 3-2 رغم الانتقادات اللاذعة التي لاحقته بعد مباراة مارسيليا يوم الخميس الماضي من طرف الصحافة هنالك في مدينة فالنسيا، وحتى من المقربين من نادي فياريال، لأنه عاد للعب كأساسي هذه المرة في منصبه في محور الدفاع، لأنه أمام مارسيليا لعب شوط ظهير أيمن كان سيء وسيء جدا في صورة كل فريق اللي خسر 4-0، بقات هذه المرة لعب في محور الدفاع، فازوا 3-2 في مباراة كانت بسيناريوهات متقلبة، يبقى أنه يستفاد من دقائق أكثر فأكثر لأنه ما زال يلعب في المنتخب الوطني، وذلك مهم جدا للجزائر. لكن هل ستكون له مكانة أساسية في خارطة بيتكوفيتش؟ التربصات المقبلة كفيلة بالإجابة على هذا. هناك صراع كبير في منطقة في المحور، ما عندناش بزاف المدافعين. نعم في صراع. نعم شكون توبا؟ لماذا اخترت توبا فقط؟ لماذا لم تتحدث عن بالعيد؟ بالعيد اوكي. نعم. تو جاي ان استعاد مستواه ليس بمستوى مباراة موريتانيا. نعم. هذه حقيقة. نعم. لكن يبقى رامي بن سبعيني اكيد سيستمر في المحور وما هوش يلعب كثير في بورسيا دورتموند مثلا. لذلك عندنا شوية مشكل في اللاكس، يجب مداواته شيئا فشيئا. يعني تتوقع بقاء مندي اساسيا مع بيتكوفيتش؟ بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة. قلت بروفيسيونال الانسان. سان غون برو يعني محترف حقيقي عيسى مندي في الاسترجاع في كل شيء في المنتخب، ولا مره سمعنا انه احدث مشكل. لاعب محترف في اعلى مستوى، منضبط على مستوى منضبط، لم يسبق له ان احدث اي مشكله. يبقى اسم امر المستوى فوق ارضيه الميدان، نشوفه من داك افيك طري بون نيفو، من داك افيك نيفو مويان سابقا. لذلك قلت لك التربصات القادمة كفيلة للكشف عن من ما إن كان بيتكوفيتش لا يزال يثق في عيسى مندي في تشكيل الأساسية. نعم. نبيل بن طالب في مواجهة مواطنه أمين قويري في المباراة يا أمين التي انتهت بتعادل هدفين مقابل هدفين بين ليل وران، وشهدت صناعة قويري للهدف الثاني. أمر جيد، حتى قويري ونبيل بن طالب كلاهما لا زالا يملكان مكان في المنتخب الوطني الجزائري، خصوصا قويري الذي عاد بقوة مؤخرا مع ناديه ران. بن طالب أيضا واحد من الخيارات المتاحة أمام الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش. الآن
كيف سيوظف هؤلاء اللاعبون. أنا أتوقع أنه مع بيتكوفيتش سنرى تحسن مستوى بعض اللاعبين مثل بوداوي مثل بن طالب مثل جويري، لما تحسن استعمالهم على أرضية الميدان، لما تحسن تقديم الأدوار التكتيكية لهؤلاء اللاعبين، حينها فقط سنشاهد المستوى الحقيقي لهؤلاء. نعم، على ذكرك بيتكوفيتش، هذا الأسبوع كان هناك تصريح من إلنر قائد منتخب سويسرا السابق الذي قال بيتكوفيتش قام مع منتخب سويسرا بتغييرات كبيرة جدا، وقام بتشبيب المجموعة رغم أن كوادر الفريق كانوا لا يزالون تحت الخدمة، إلا أنه قرر الاعتماد على اللاعبين الشبان. يعني بيتكوفيتش معروف بأنه مدرب يحب اللاعبين الشباب، يحب الشبان، مدرب يعتمد على المجموعة ولا يعتمد على الفرديات. هل تتوقع أن تكون تغييرات كثيرة حسين؟ عنده خبرة محمد، عنده خبرة لما تكلم هذا قائد المنتخب السويسري، لكن كرة القدم محمد في أوروبا ليس في إفريقيا، ربما هنا راح يلقى بعض الأشياء اللي تقدر ما تكونش مثل ما راهو يتكلم هذا القائد في سويسرا، لأن في أوروبا محمد الفرق كلها في مستوى عالي، عندهم التكوين، عندهم عدة أشياء. هنا محمد راح يصطدم بأشياء إن شاء الله نتمنى ويلقى لاعبين، لأن لو أنك تستغني على لاعبين ويكون عندك البديل اللي هنا في البطولة المحلية، لازم لاعبين يكونوا يعملوا أكثر، يحسنوا المردود تاعهم من جميع النواحي، من الناحية البدنية، من الناحية التقنية، من الناحية الذهنية. هناك عمل كبير بالنسبة للمدربين هنا في الجزائر. وأيضا محمد هناك عدة لاعبين اللي ما راهمش يلعبوا بكثرة في أوروبا على غرار هناك كما تكلمنا بن سبعيني ما هوش يلعب بكثرة، هناك رياض محرز راهو بتدبدب في النادي اللي راهو فيه في المباراة. هل وضعية بن سبعيني مقلقة؟ ليست مقلقة، لأنه لاعب محمد اللي عنده المباريات في الأرجل، لاعب لطيلة حياته هو يعني كلاعب أساسي، ما تخافش منه هذا النوع من اللاعبين. لكن محمد لازم يعاودي واللي يلعب، لأنه لو ما يلعبش يعني بكثرة راح يكون مشكل بالنسبة له مع مرور الوقت. لكن نقولك باللي عنده محمد، عنده توتان شونتي هذا المدرب راح يقوم به، ليس المأمورية لن تكون سهلة محمد، خاصة وين لما نشوفوا قادري، هناك عدة لاعبين مثل غير القادري، لاعبين اللي ما كانوش في نعم. في المجموعة في المنتخب الوطني وراهم يلعبوا في أوروبا محمد. نعم. هناك رأس حربة مسعودي اللي يلعب في بلجيكا، هناك عدة لاعبين محمد اللي راهم ينشطون في أوروبا. نعم، رايان آيت نوري هداف في لقاء نادي ويلفرهامبتون أمام فولهام، ويساهم في فوز فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، نال الثناء والإشادة الكبيرة ميتو. نعم، رأينا آيت نوري قدم أداء كبير، كنت شفت المباراة أمام نادي فولهام، كان قدم مباراة وفي منصب غير منصبه، كان شارك كجناح باش ما شاركش على الجاليو صراحة أصلا. نعم. كان أغلبية الوقت متواجد على الجاليو، حتى الهدف لما سجلوه كان متواجد على الجاليو، سجل بالقادم من يومنا، كان يلعب كجناح. قدم مباراة كبيرة أمام فولهام، نتمنى ويستمر في هذا المستوى، لأنه أداءه في كل مرة يكون راقي، وكل مرة هاد اللاعبين يعودوا بالفائدة على المنتخب.